انت ليش اقول لك ان الدعايه تلعب دورها؟ يجيك ارجوك كاتب من الكتاب في القرن العشرين يقول ذول الشيعه يوم العاشر من المحرم يحطوا لهم بقره ويطعنوها بالشكاكين، ان الله يامركم ان تذبحوا بقره، يقولون هاي البقره عائشه، يطعمونها بالشكاكين، يطعنون بها ويشفون بها. وين هذا التشايف؟ بالمريخ لو بالارض بيا مكان. البش خوش مدري، ارجوك اللي يعيش الان بالقاهره وما شايف المعنى هذا ما يدري بيه، ايش مدري هذا يشوف هذا كاتر ويقول لك هذا قلم محترم وهذا جامعي ولما يكتب هالكتابه قطعا يعني هذا ما يحكي كذب، ما يمكن يحكي كذب، ما يصير يحكي كذب هذا. ها يحمل هالفكره والحال هذا الشيء لو يعرف. احنا اقتداء بامامنا سلام الله عليه نشوف امامنا شنو اللي سواه ويا هالمراه هاي مولانا، هاي الان كانت بالساحه بالمعركه وقف عليها امير المؤمنين من بعد ذلك الدم الذي جرى ومن بعد تلك الاشلاء التي تناثرت ومن بعد ذلك الموقف المتشنج ومن بعد ما جرى وجرى، وقف يقولها انت حليله رسول الله، ما انصفك الذين اخرجوك اذ صانوا حلائلهم وابرزوك، انت حليله النبي، ما كان ينبغي هالمعنى هذا ذولا يشووه، ذولا اشاءوا الى النبي لما طلعوش من الخدر من الحجاب الذي ضربه الله عليك، حطوش به الموقف الحرج ما نصفوش تماما، ذولا خلوا حلائلهم تحت الكلل وتحت الشاتر والرعاية، لكن انا راح اعوض هالمعنى. فعلا يا اخي فعلا يا هذولا فرد معدن عجيب غريب، ذولا واقعا هالمعدن هذول آل الرسول فد معدن معين. ها إيه شنو اللي عوضه؟ اللي عوضه راح نزل الى البصرة بنفسه، الى هي الها دار من الدور المحترمة وجاب 20 امرأة مو وحدة ولا اثنين، 20، البشهن لباس يوحي بانهن رجال، لباس الرجال، وقالهن ما يدن رجل من الرجال الى زوجة رسول الله، انت تكون نيامها يعني انت بهذا المظهر، هذا مظهر الرجل، انت تكون الى جانبه حاجات قضاء حاجات، انت شخصيا تتولى تدبير امرها حتى لا يدنو اليها رجل